الآن إلى الرأي العالمي. تسعى الدول الرأسمالية منذ آلاف السنين إلى كسر إرادة المرأة ومحو تاريخها وإخراجها من جوهرها باتباع سياسات ممنهجة لبقائها في مستنقع الذهنية الذكورية ورهينة العادات والتقاليد. فالمرأة ساهمت في بناء صرح الحضارات الإنسانية وقدمت العديد من الإنجازات على مر العصور، وسعت دوما للسلام وإلى مجتمع تسود فيه مبادئ الأخلاق والمساواة، وأعطت المعنى الحقيقي للسياسة التي فقدت جوهرها لتتماشى مع سياسة الدول الرأسمالية. فكانت خصوصية المرأة الداعية للسلام تتناقض مآرب الدول الرأسمالية الداعية إلى الحروب والعنف متجاوزة جميع المعايير الأخلاقية والإنسانية. ندير ونستنكر نحن نساء البلديات شهباء وعفرين كافة أنواع العنف على المرأة. وفي النهاية نناشد جميع منظمات النسوية على المتابعة في النضال في كافة الساحات من أجل الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر. لذلك يجب على جميع النسوة المنظمات والتنظيمات النسائية المناضلة ملء ساحات أنشطتهن لمناهضة العنف ضد المرأة والإصرار على البلوغ والحرية والديمقراطية. جنجيانا أزادي، جنجيانا أزادي.